السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الآن كنت واجد بهذه المعلمة التاريخية للقائد مولاي الطاهر، هذه اللي كانت تواجد بمنطقة سبتيس إقليم الجديدة. ودابا غادي نكتشفوا جميع هذه المعلمة. هذا هو المدخل. هنا كان كيعيش القائد مولاي الطاهر في القرن 19 ايام استعمار وايام القائد باشا حمو والقائد السي عيسى. هنا كاين مولاي الطاهر، قائد مولاي الطاهر بمنطقة سبتيس، كان كيحكم بسبتيس وزاوية سيس ولاد غانم حتى لنواحي الزمامرة ونواحي زاوية سيدي اسماعيل. دابا غادي ندخلو نشوفو هذا، هادي المدخل البوابة، هادي خاصة بالاستقبال أما بالباب. كاين المدخل هذا وكاين هاد البيت الآخر. هنا غادي ندخلو نشوفو اش كاين هنا. هذا يمكن اسطبل ديال الخيول والبقر، يعني كوري. وهذا شوف كيف يبقى الاثار. كان تم الترميم ديالو يمكن، عاوتاني حيدوه، ربما استغلوا شي ناس اخرين، الله اعلم. هذا كيطلع على هاد الارض، هذه كلها كانت ديال مولاي الطاهر، المنطقه كامله كان كيتصرف فيها، وكان عنده الخدم والحشم هنايا. هاد المكان هنا عاوتاني شوف الاسطبل قداش. غادي نشوفو هاد الواجهة اش فيها عاوتاني. هذا يمكن كانت هنا المحكمة، يمكن كانت محكمة هنا تيحكم فيها. هاد الأبواب هذا نشوفو اش كاين هنا، واش بيت ولا شنو كاين هنا. هذا الشيء عجيب وغريب، كيفاش الأسوار كيفاش من عالية، حضر كيفاش مبني. ربما هذا كان باب، هذا حتى هو باب، هذا ستو. الحجر هذا باش مصيب التراب. هذه بيادة ما كاين لا سيما لا والو، هنا بحال تشوفنا. خرجنا نشوفو شي مكان اخر. هذا المكان هذا هنا كاين بيت او كراج للسيارة، العربات، الخيول. ساعة ما كانت لا سيارة لا والو، يمكن لا كان هذا الشي مخزن. ندخلو ثاني هنا نفس الشكل، يكون هذا باب بيت الخزين، بيت الأسلحة. ويت ندخلو نشوفو هاد المسائل هنا. عجيب وغريب، أي كيما يتشاف الداخل هنا. هذا باقي الزليج البلدي، باقي شاهد أنا العصر. هذا ما عرفتش شي خندق هذا. هنا يمكن كاين السكنة ديال هذا، هو المسكن ديالو كيسكن.
رخام. النقش المغربي طالع مسالات مشات، هذا كطيح عليا الطالع. النقش ديالها هذا هو القصر ديالو هنا في كينس، هنا في كنيكلس. هذا البيت خاص به الزوجات والجواري. شوفوا هذا البيت هذا، العظمة كي داير هذا البيت. هذا باللي جا كيبقى يكتب هنا، ما عاد كيكتبو. هادي معمرو جا شاف دار قيد مولاي الطاهر، انا غادي نوريه. شوف الباب، هاد الباب الاول، كاين الباب الثاني كاين الشرم، كاين واحد المسحه كبيره، الا هاد الباب ها هو المخرجه. وهاد البيت هذا كيما كتشوفو تشرم، هذا كيطل على الطبيعه. هنا ولا ساكن عالطير ديال الطيور وموكا. هذا كان كيحكم في العشرينيات من القرن الماضي، هاد مولاي الطاهر كان حاكمها. وغادي نمشي نقلب على شي اسوار. هذا شنو هذا؟ هذا حمام، هذا حمام. كيفاش كان الحمام عندهم؟ حمام النساء والرجال، الله اعلم. ها هو الزليج باقي، الزليج البلدي. ندخلو نشوف هاد البيت هذا شنو فيه. هذا عجيب عجيب، يستحق الزيارة هذا المكان هذا. فمرحبا جيو تشوفوه. هذا في سبسيس، كيبعد على سوق سبسيس بحوالي كيلومتر، كيلومتر واحد. حتى باقي هادشي عاوتاني، تبارك الله. ايه كيفاش كانوا عايشين القياد. انا نشوف عاوتاني اش كاين هنا. يا سلام، شيء غريب. هانشوف 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 هانشوف. هادو كل شي بنوه بسواعد دكالية، باليدين ديال الدكالة. كانوا كيقولوا ملي كان كيبني في هاد القصر، كانوا الناس كيجيبوا الحجر على الجمال من منطقة ولاد زينة نواحي الوالدية على الجمال. الحجر داك الحرش هذا، هاد الحجارة الحجرة هذه كانوا كيجيبوه من على الجمال باش يصيبوا هادشي. هادو ما كانوش مسقفين، يعني كش كانوا السجن. ندخلو من هنا. هادو كانوا بيوت، هنا مبرعة فيها الحريقة، الحريقة اللي متع مع راسها هنا. هذا كان بيت وقال حيدو ليه، حيدو ليه القبص داك النقش. نمشيو نكتشفو مكان اخر، نمشيو لشي مكان اخر عاوتاني.
يا سلام، هاد المساحة هادي كانت خاصة بالخزائن ديال الحبوب، ودابا هنا غادي نبداو نكتشفو المطامر. ها مطمورة وحدة، نحسبهم ها وحدة شي مرتب، غادي يبدا شي تدقيق. ها جوج شحال ديال المطامر ممكن يخبو الزرعة في هاد المطامر، و الدرا و القمح و الشعير. ها المطمورة الأخرى مشات على طول، كاين تاني في هاد الواجهة تاني هنا، ها هي المطمورات كتيرين. هادي باينة، مغرقة مطامرة. ها هو نبغى يصيد الفاعي ولا العقارب، يجي لهاد البلاصة. مشات مطامرة هادي كلها تاني، غادا كلها مطامر ديال القيد مولاي الطاهر اللي كان دوز فترة من فترات حكمه في الاستعمار، وكان كيعودوا عليه كان قاسي بزاف. الناس كان يحرتوا عنده يدرسوا حفيانين العذاب، واللي دار شي مخالفة يهبط بحال هادي عقابا له على ما كيقولوا. كان يمشي للسوق هنا اللي قريب سبت سيس، كيشوف احسن ثور احسن خروف، خاصو يجي لسي القيد بلا ثمن. كيمشيو دوك القومية، كيقول لهم قومية مخازنية، القومية كيمشيو للسوق او كيختاروا احسن عود احسن حمار احسن بغل احسن، كيجي لسي القيد. نشوف اماكن هنا، هنا فين كانوا كيحفروا باش كيبنيو هاد الثورة. هاد الطبيعة كاملة كانت ديالو، الأراضي كاملة، وهادو الناس كاملين كانوا خاضعين ليه، يتحكم فيهم كيف ما بغى. هذا هو المكان اللي كيحفروا منه الزمن وبيادة باش صيبوا هاد الصور، الصور العظيم. شوف هاد المخرج كيفاش داير، عجيب، كيعطيو واحد المنظر رائع. ما هذا يا هذا، صور مع صور. كان داير الاول هذا بيت، هادو كانوا بيوت اخرين، هادو رابو هما كيما كتشوفو. هادي كانت السكنة ديال الخدام ديالو، كانوا خدامين عندو، كان عندهم فين يباتو فين ينعسو. كدير ليهم هاد البيوت هادو، هاد المساكين، هو راه فين ساكن في القصر ديالو. يا زمان، لو ترجع بينا يوم إلى الوراء نشوف غد الناس كيفاش كانوا عايشين، كيفاش كانوا يخدمو. شوف هاد الكرمات هادو، هادي إنما تدل على شيء ما، ألا وهو تاريخ. كيفاش تغرست الشجرة؟ شكون غرسها؟ لكن تغرست في أيام قيد مولاي الطاهر.
فوالا طبيعة تبارك الله، شوف الطبيعة. ما كانوا القياد المعمرين كانوا كيختاروا المكان المناسب، كيمشيو حتى لشي عقبة وتكون قادة مطلع على جميع الجوانب، وتما كيستوطنوا او يسكنوا. ها كيما كتشوفوا ها الصور العظيم. نمشيو لمكان اخر ونشوف بشوف العظام قداش. القصر تبارك الله قداش كبير. باش تعرفوا ان القياد اللي كانوا في ذاك العصر كانوا بحال كيكونوا حكام المنطقة بكل امتياز، حكموا في كل شيء وكأنهم ملوك. كان فيهم البعض كانوا طغاة، وكاين البعض فيهم ناس شرفاء. والغريب في الأمر كتلقاهم كلهم قاري حاملين القرآن، حافظين القرآن هاد القياد. رغم ذلك كيكلقو كبعدهم هاد القساوة في الحياة على المواطنين، حيت كانت سيبة ذاك الوقت. شوفوا 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 عندي كنت ندخل بشي مطمورة، كثرة المطامر هنايا. إلى هنا ينتهي هذا الفيديو، لا نعود لهذا المكان. نجيب معنا ناس اللي يكونوا قريبين لهذا العصر، يحكوا لينا على هذا القيد مولاي الطاهر، شنو الانجازات اللي دار، شنو الافعال اللي دار، شنو الاعمال اللي دار، شنو كيفاش دوز الفتره ديالو في الحكم. ان شاء الله الى فيديو قادم.